أخيرا استعدت وزارة التموين بالتعاون مع كل الجهات التنفيذية في الدولة، سواء الجهات السيادية أو الوزارات الأخرى الخدمية، وكان في مبادرات عديدة منها الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الوزارة كان بيتبنى مبادرة لعمل سلسلة معارض في أنحاء الجمهورية بالتعاون مع الشركة الدولية للمعارض والمؤتمرات، ودي منظمة أكبر معرض في مدينة نصر تحت رعاية رئيس الجمهورية، هيبدأ إن شاء الله في الفترة من 6 لحد 16 مايو، هيكون فيه كل الشركات المنتجة والمستوردة للسلع الغذائية الأساسية، والبيع فيها يبقى بسعر الجملة وبتخفيضات بتصل إلى 20%. المتوقع أنه بيزور المعرض سنويا مليون زائر يوميا، وده بيكون فيه هدايا وبيكون فيه سحوبات وبيكون فيه اوفرز معمول على بضائع كثيرة. الى جانب ده في معرض في كل محافظة، معرض كبير بالتعاون مع سادة المحافظين هيبقى موجود تحت شعار برضو مبادرة سوبر ماركت اهل رمضان، وايضا السلاسل التجارية هتكون بالنسبة لنا فرع من فروع سلسلة سوبر ماركت اهل رمضان، وبالتالي يقدر كل مواطن جنب بيته لو دخل السلسلة التجارية يلاقي فيها نفس التخفيضات الموجودة في المعارض، وده تكون على مستوى الجمهورية. الى جانب ده هيكون في سيارات متنقلة للمجمدات وللالبان وللحاجات الطازجة، هتبقى بتتحرك ما بين المحافظات وما بين المدن الرئيسية بحيث ان هي بتعمل اكبر قدر من الاتاحة.